نعمل المنظمة بدورنا نثمن المجهودات الجبارة اللي قام بها الجيش المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمنطقة القرقارات، ونعلن دعمنا ودفاعنا اللامشروط عن الوحدة الترابية وجعل أنفسنا فداء للوطن، ونطالب من المجتمع الدولي ومجلس الأمم المتحدة بتفعيل حل نهائي لهذا النزاع الوهمي حفظا لحق السيادة وحقوق المحتجزين داخل المخيمات دون اللجوء إلى الحرب والتخلي عن ضغط النفس الذي تحل به المغرب طيلة مدة النزاع المفتعل. كما نستنكر الإشاعات والمغالطات والاستفزازات التي قام بها جماعة من البوليزاريو بتصغير من بعض الجبناء والخوانة. وأخيرا وللتذكير بمقولة الملك الحسن الثاني رحمه الله وطيب تراه، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، أحب من أحب وكره من كره. صراحة تدخل لك البارحة في القرقارات ضد المرتزقة ديال البوليزاريو اللي كانوا صراحة بشحال هادي هما خالقين لنا مشكل، ومشكل كبير اللي ما قدرناش نفكوه صراحة بطريقة اللي هي عن طريق الأمم المتحدة. والبارح كان تدخل ديال جيش حاسون علاش كانوا دوك المرتزقة كانوا حابسين داك المعبر الحدودي اللي كان معبر حدودي حساس ومهم بالنسبة لنا للإفريقيا. وصراحة التدخل ديال البارح كان حاسم وبخصوص بالنسبة لي أنا كان عجبني بزاف. حسن كنت نتمنى التدخل يكون شحال هادي بحالكم، يكونوا حاسمين في ذاك الملف نهائيا، ما بقاش عندنا هذا المشكل.